الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين، وأهلا ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات. وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة. ومعنا الأخت نصيرة من ولاية المدية. مرحبا. مرحبا بك شيخ. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا نصيرة؟ الحمد لله بخير. إذن لك مني ولأسرتك ولكل سكان تطري أو المدية التحية والسلام. شكرا يا شيخ، وحمدك بك أحلى تحية. الله يبارك فيك، ومرحبا بأختي نصيرة للمرة الألف. مرحبا. الله يسلمك يا شيخ. نعم، عندك رؤية؟ شيخ عندي بابا وحدة أختي. هاي الأولى. أنا بدأ لك بتوليد أختي، ولد أختي نم يمه وتسوق في جرار. نعم. احنا نقولوا تراكتور في ولاية مدية. نعم، درع يعني يا تراكتور يا جرار. ايه. ومدة بيام يا شيخ. يعني يعني ولد اختك شاف تراكتور، هذا ما شاف. ايه هذا ما كان قال نشوف في يما تسوق فيها. هو ولد اختي صغير عنده 5 سنين. يعني شاف يماك انت؟ يماه هو شنا مختي، ماشي يما انا، يما هو. هو الثانية. والزوجة يا شيخ بابا نام يما في واد، شغل الواد هذاك مهور بزاف، وهي تمشي فيها رايحة، هو يعيط لها يقول لها ولي ولي، وما سمعتوش وراحت. قدا هذاك الواد يسمى راحت قداها؟ ايه. وهذاك الواد شغل مهور بزاف، قال ما كيش فهمت ومن بعد ولا يبكي عليها. يعني في المنى ولا يبكي؟ ايه. وكيف كيف شفت تلقى روحي يبكي ولا عادي؟ كيف تم؟ اه والله ما على بالي. هو بابا احنا كي كونين وما يفطن كش ولدي يقضى شنو كيف تم يستغفر، بصح انا كيف تم هو كي ينوم صحي كي يتقلق كي يفطن يستغفر، بصح كان يبكي كيف تم ولا لا والله ما على بالي. ورؤية ثالثة؟ رؤية ثالثة اختينا ما تعرفش شي وحدة. ايه ها ادري شنو. شوف واش شافت اختك؟ كانت قالت لك كنت في حومة، شغل عندنا عين ما كبيرة يا شيخ نعمرو منها الماء. قالت لك كي شغل حنايا حرينا عليها باش تهبط، خواتاتها كامل تهبط العين تعمر الماء، صابت مرت خير. قالت لك صبنا شيوخة هكا شغل شيوخة كبار متلايمين على ديك العين. قلت لك انا حسب بالي يدعو ولا عفوا هكا شغل دايرين زياره ولا ما باليش. قلت لك ساكن في النص ابنهم يديروا في سحر. وش يديروا؟ يديروا في سحر شعوذة. في الشعوذة الله اكبر. قلت لك كي وصلت انا صابتهم وهي حبت تسوقي شافت مفتاح هاكي كامل يحفيرو هاي معك. قلت لك انا كي وصلت قلت لك تاكد باللي سحر ولقيت المفتاح وصابت المفتاح. اه يعني شافتهم يديروا الشعوذه ومع ذي هي لقيت المفتاح، صابت المفتاح. ما صابتش مفتاح. قلت لك كي وصلت قلت لك هذوك الزازما اللي كانوا معها بزاف قلت لهم ما تخافوش هذوما يديروا في سحر، بصح انا قلت لهم انا الصندوق هذاك نقدر نفتحه، زعما هي عندها المفتاح. قلت لك انا نفت المفتاح باش نفتحه. وصلت مرت خالي بدا قلت لواحد المرة زعما ما غاديش اللي كدير السحر، قلت لها سمعي قلت لها هاي حتنحيها، قلت لها هاي حتنحيها. من بعد فتحت المرة الصندوق ودات هذاك السحر واش كانوا دايرين. ومن بعد اختي قلت لك زعما شغل هكا تحكي مع نفسها زعما تقول مرت خالي لا حد داير لي السحر، انا حنتزوج انا مجايني خطبوني سمعنا هذه ما عندك ما ديري لي شغل مرت خالي خلاص حفظني. شغل مرت خالي ثاني تقول لها في قلبها ثاني تهضر واحدة تقول لها والله ما يصح لك ما تعيش روحك والله ما يصح لك.
يعني ابدا محمد. وانتم صحابتي وانتم علاقتكم بزوجة الخال جيدة ولا مكهربة؟ مدخلي عادي بصح تخلى شوية على بالك. تحسوا بليك الجو شوية هي مكهرب. حياة غير مني ما بزاف. واختك هذه ماشي مزوجة؟ لا اختي مش متزوجة. كم مضى من عمرها؟ لا اختي عندها 32 سنة ومدخلي هذه حنايا شوية صح شغل هكا ما قاليش مي راجلها ما يجيش لينا. وصح اختي ثاني كنا كشفت رؤيا صح هاد روح وسوليها ناس من بعد ما تتقاش صح. وانت شحال في عمر اختي نصيرة؟ انا عندي 30 سنة. 30 سنة. متزوجة ولا لا؟ لا بنات متزوجين انا كاختي ومازالوا زوج خواتاتي ثاني واحدة اخرين كنا اربعة في الدار. الله يفتح عليك. قولي لي نصيرة، رقيتوا ولا ما رقيتوش؟ نرقيو. ما قالوكمش عندكم سحور؟ انا اختي مصابة بسحر وسحر كبير كاع مش سحر. لان الرؤية اظهرت انكم مصابون بالسحر، صح ولا لا؟ صح قلت لك عندنا اختي شغل عندها بدكي ولا ترقي كامل قالها عندك ويماك نسيان. ويماك كانت مريضة ولا عندها مشاكل؟ واحدة منهم. يما دارت عملية. دارت عملية وكانت تعبانة واحد الوقت ما من راسها. من راسها كانت تعبانة نفسيا هكذا يعني نفسيا نفسيا. عندها مشاكل في الدار. خلاص سواسوا ما شاء الله ما شاء الله. وما لاحظتيش باللي بعد الرؤية بدا ربي يفتح شوية، بدات الرحمة تطيح في الدار؟ ايه سوا 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 سوا. طب هذيك المشاريع كيف احنا ما نقولكش خسرناها كانت غير كيما هو كينام هكا جارتنا عندها 3 ايام اللي ماتت فقال لي ما انت راح تعاودي تموتي من وراها راكي حكى لنا بابا هذا المنام كيقول كاع تخوشنا منه. لا 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 صح من هذا المنام اللي هنا صح شغل صح الدار شويه مرتاحه صح شغل المرض والمشاكل هذو شويه مش كيما الرؤية أظهرت ذلك وما زال الرب يفتح عليكم ما زال ان شاء الله يا ربي. إذن أختي نصيرة أنا معك شيخ أبقي معنا وستسمعون ما يثلج صدركم. ومرحبا شكرا يا بكم، شيخ مرحبا إن شاء بكم، مرحبا. شكرا يا شيخ. العفو أختي العفو، الله يعطيك الخير. أمين. خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه. هذه الرؤى الثلاثة إن صحت وصدقت فهي يعني على النحو الآتي. أما الرؤية مرحبا نعم إن شاء الله. إذا الرؤية الأولى لابن أخيك رأى جرار تسوقه أمه. إذن يماه يماه يعني معناها أختك ربي راح يفتح لها. يعني أختك هذه المتزوجة أم الولد الذي رأى الرؤيا راهي جايته ساعة الخير والبركة والعافية، لأنه رؤية الجرار كما يسمى عندكم التراكتور أو السيارة أو الحافلة نفس التعبير. فأقول لك يا نصيرة قولي لأختك حفظها الله أن هناك نقلة في حياتها من الأسوأ إلى الأحسن، وهناك نقلة في نمط معيشتها إلى الأفضل، ولهذا بشريها بهذه الرؤية بأنها رؤية جيدة تنتظر فرحا وبشرى بإذن الله عز وجل. أما أمك في الظاهر الذي جاء في الرؤيا وفي بعض رموزها أنها مرت بمتاعب نفسية وبمشاكل عائلية وكانت مريضة، لكن بإذن الله عز وجل ستتعافى وترتاح، لأن والدكم حفظه الله بكى عليها لما ضاعت في الواد وأخذها الواد بكى، وهذا البكاء الطبيعي والعادي يدل على ذهاب الهم والغم ومجيء الخير والبركة والعافية بإذن الله عز وجل. أما رؤية أختك رأت كأنهم أمام عيني عمر من الماء ومجموعة شيوخ يديروا الشعوذة. أقول لها باختصار شديد غير ممل، أقول لها ولك عليكما بالرقية الشرعية، عليكما لأنكم مصابون بالسحر. أنصحكما وأنصحكم جميعا بأن تقضوا حوائجكم في السر والكتمان، وتواظبوا على الأذكار كلها وسماع القرآن وقراءته أحيانا. واقضوا حوائجكم في السر والكتمان،
وعليكم بالذهاب او بمجيء راق الى منزلكم يرقي لكم على يرقيكم انتم، ثم يرقي لكم منزلكم مرتين او ثلاثه، ولتكن هذه الرقيه سرا حتى لا يعلم المشعوذون والمشعوذات بانكم ترقوا فيزيدونكم شعوذه ثانيه، وهذا ما يسمى بالتحدي في السحر. يا راكم ترقيو دوك نزيدوكم، ما تخلوهمش يسمعوهم بلي راكم ترقيو. واذا جاءكم خطاب فلتكون الخطبه في سريه تامه، ولما يلحق العرس اللي تشوفوا تاع شعوذه وحساد وتاع مشاكل ما تعرضوهمش، واعرضوا الى بيتكم الناس اللي خافوا ربي مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا، وإلا فالولاء والبراء مع المشعوذين والمشعوذات واجب وفريضة حتمية، إلا إذا تابوا وعادوا ورجعوا إلى الله مصداقا لقوله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أسأل الله لك أختي نصيرة ولأسرتك أن يفتح عليكم فتوحات لا حصر لها، ولكن أخذ الحيطة واجب، والله أعلم. إذن معنا بعض الرؤى التي كذلك أتتنا من أخينا الفاضل المحترم عبد المالك من باشا جراح، أب لثلاثة أولاد من الجزائر العاصمة. الرؤية الثانية: رأيت أمي وزوجتي كأنهن غاضبات عني، ثم أخذوني في سيارة بيضاء مع رجل أعرفه في الحي يسمى سعيد، وكان وجهه مبتسما، أي كان يبتسم معي. أخذوني في السيارة عين البنيان، وهناك قدموا لي اللبن وشربت بكثرة. إذن الرؤية جيدة والحمد لله رب العالمين. أقول خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، وخيرا لنا وشرا لأعدائنا، والحمد لله رب العالمين. هذه الرؤية جيدة جدا، هذه الرؤية جيدة جدا. كونك ركبت في السيارة بيضاء معناها لك نقلة في حياتك إلى الأفضل، ولك نقلة في نمط معيشتك إلى الأحسن، واللون الأبيض يدل على الأمن والسلم والطمأنينة، والابتسامة في المنام جيدة، وشربت اللبن ما شاء الله، فأنت على الفطرة، أنت على الإسلام الصحيح، وهذا يدل على أن الوالدة راضية عنك. واسم سعيد في المنام يدل على السعد وعلى الفأل وعلى الخير والبركة والعافية، والله أعلم. أهلا بأختي سمية من الأغواط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سمية أختي، مرحبا. شيخ أنا شفت منام، شفت البنت الجارة لي اللي فوق، يعني عندي جيران ساكنين فوق. بنت الجارة يعني هبطتي وقالت لي الأب بتاعي راه يشوفك، دايما يشوفك تكفري في الاستغفار. أو شوفك تكثري من الاستغفار. كثري من الاستغفار. مليح. الأب يشوف من فوق. هذه ما عندي منام آخر. يعني أنا جبت مولود، يعني عندي مولود هذا عنده شهر اللي جبت مولود. ما شاء الله. في المنام يعني في محل، يعني إذا بديت رحت المحل، محل تاع مواد غذائية. حكموا عليا من المحل هذا. يعني وقال لي ما تسدوا عليا وحطوا في الميزان. شد المولود تاعي حطه في الميزان وقعد يأذن له، يعني كثر لهم الأذان ومدوا لي.
فأول ما نمت يعني حطوا فوق الميزان وأذن عليه وأذن ثم مدولي وأعطاك إياه. نعم. وسميته؟ سميته إياد عبد الرؤوف. عبد الرؤوف. عبد الرؤوف إياد عبد الرؤوف. ما شاء الله. شهر في عمرك؟ عنده الآن شهرين مازال ما قفلهم. لا لا أنت شهر في عمرك يعني. أنا عندي 31 عام. ما شاء الله ما شاء الله. حياتك الزوجية جيدة. ماذا؟ حياتك الزوجية جيدة. الحمد لله. إذن أختي سمية. نعم. أبقي معنا وستسمعي الجواب ومرحبا بك مرحبا. صح شكرا. العفو. خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه. والله كون هذه الجارة الطيبة رأت والدها يعني بتلك الرؤية هي رؤية جيدة، هذا يدل على أنك ملتزمة. وما دمت مكثرة من الاستغفار في الرؤيا فلتكن في الواقع، لأن الاستغفار يأتي بالغيث ويأتي بالزواج ويأتي بالذرية ويأتي بالمال ويأتي بالخيرات والبركات في الدارين. فعليك يا أختي سمية التي تحملين اسما عظيما وهي أول شهيدة في الإسلام وهي زوجة ياسر وأم عمار رضي الله عنهم أجمعين، فالاستغفار في المنام أو في الواقع رؤيته جيدة، هذه رؤية جيدة لك بإذن الله عز وجل. أما أنك يعني منذ شهر ولدت هذا الولد، أسأل الله أن يبارك فيه ويطيل في عمره، أنصحك بأن تقومين بالنسيكة أو العقيقة عق عنه، يعني على الأقل أذني له وحنكيه بالتمر وحلقي له بعض شعره ولطخيه بالزعفران وأخرجي عنه مقدار ما يعادل فضة، يعني أما أحد الذهب فهي ضعيفة، الفضة يعني مقدار وزن شعره فضة. وإن كان لك المال فاذبحي عنه كبشا لا كبشين كما يقول البعض ممن لم يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروحوا الناس يقول لهم الطفل ذبحوا لي زوج والطفلة ذبحوا كبش، لماذا هذه التفرقة بين الذكر والأنثى؟ لماذا؟ ويقول لك الرسول ذبح كبشين، نعم هو صدق وأنتم أخطأتم. لماذا؟ حقا وصوابا ذبح كبشين أملحين أقرنين لما ولدت فاطمة الزهراء الحسن والحسين عق عنهما بكبشين، لكنهما اثنان فعن كل واحد كبش فهو ذبح زوج، لأنهم جو عند توام زوج، ولهذا لو كان زيدت واحد كان يذبح واحد، وهو لما زيدت زوج توام هو ذبح زوج كباش. فاللي تزيد كبش معنى اللي تزيد طفل نقول لها اذبحي كبشا، اذا جابت زوج نقول لها اذبحي زوج اذا كان لك التيسير، والا فمتى تيسرت الامور باذن الله عز وجل. ورؤيتك جيده، واسال الله ان يحفظك ويحفظ اسرتك ويحفظ ولدك ومزيدا من اخوه واخوات له، والله أعلم. هذا وإلى حصة قادمة أخرى إن شاء الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.